عليكم ورحمة الله وبركاته، صباحكم خير ونور وسرور وبركة. ومرحبا والله، مرحبا باللي ما رمست وياهم من يومين. لك البارحة رمست لأني نزلت صورة ونزلت ما أدري شو أشياء وايد اللي نزلتها، ومال لارو اللي تخبروا عن لارو، هذا فن من الفنون، فن من الفنون الجميلة، يعني فن من الفنون المتواجدة في دول الخليج والدول المجاورة، يعني شيء جميل وفنان. ولا كل ما قلت شيء فنان دوم أخليه لكم وأحطه لكم، لأن الشيء أنا يعيبني الشيء الفنان، الشيء القديم الأصلي، ما يعيبني هذا الجديد اللي فيه خرخشان ونقيز وزعيج وبغيم بدون أي معنى بدون أي هدف. أي بشيء الفن الأصيل هذا اللي يوزلي أنا. بين فترة ثانية تلقطوني لقى كل ما ألقط شيء، هذا التسجيل هذا مال لارو من سنة 85، وهذا في بقعة مستوي في بركة يسمونها قرحة البلوش. قرحة البلوش هذا حي من الأحياء في سلطنة عمان الحبيبة، وهذا التسجيل كان في هذاك المكان. تسجيل قديم 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 قديم، موجود في جميع التواصل الاجتماعي، على اليوتيوب، على الانستا، موجود في كل مكان. محافظة كان في عرس، وبين فترة والثانية يجيني شيء أنا من الجماعة فأنزله إذا شيء جميل يعني يكون. والمرأة عيبني وحبيت أنكم تسمعون وتشوفون. حد يعيب وحد ما يعيب وحد يعيبه، يقول هذا زين وحد يقول هذا شيء. أرضاء الناس غاية لا تدرك. المهم أبوي كلني غني على ليلة في هاليومين، الله يحفظكم اللي ما نزل السنابات، استوت أحداث وأحداث وايدة. من أهمهن حدث الحين بخبركم عنه، اللي هو إبراهيم، ما شاء الله تبارك الرحمن، إبراهيم توفيج. صبر لكم أنا لقون الاثنين كبار 10 كيلو تين و10 كيلو همبة فص عويس، ونحن ناكل واحد وهنتين ثلاث خمس سبع انكثرنا على كل مانين نبنتهبش من الميوات هاي اللي تشوفونها. إبراهيم لا، كل بقولكم 75% من كمية التين والفص فص عويس اللي هو الهنبة. المراد ان ابراهيم ابويه توتب بطنه، توازع غدا كانت تحراه جربه ومنفوخه، يعني روحه ما شاء الله عليه ما يزداد البطن، وازدر وغدالك شويه وبينقع شويه وبينفجر بطنه، وعيونه تنفخن وتماي رومي يتنسخ. والله انا جايتني حياطه، تبوي ما بيعيت انك حياطة، هذا الهنبة ضغط ابوي على لمعاء كلها وانت حما ابراهيم تتنسخ. زين شو اسوي الحين؟ عاد بتيكم العلوم. دكتور سلام عليكم، كيف حالك دكتور؟ الحمد لله. اتعرف بيك الدكتور عبد التواب صقر، اقدع ناس، طبيب فندق العالمين. ما شاء الله ما شاء الله. زيت الحين وتشيكت على الاخ الحبيب إبراهيم. شو تشوف فيه؟ شو بلاه؟ انا اشوف انه عنده نزله معويه بسيطه جدا جدا وهتخف وهتبقى تمام بعد بطنه. ساعه شو بلاه بطنه؟ بطنه فيها انتفاخ، هو في انتفاخ طبيعي وانتفاخ غير طبيعي. غير الطبيعي شو؟ الطبيعي يعني كرش زي حالاتنا. زي وحي، شو بتعطيه دكتور؟ شو بتعطيه؟ انا اعطيه حقنه دلوقتي تزيل الانتفاخ شويه والمغص وتهدي بطنه، وبعدين بعد كده نروح نوصف له ادويه بقى بالبرشام وكده ياخدها ويبقى زي الفل ان شاء الله. ياكل وايد يا دكتور، ياكل ما اشوف عينه، ياكل بياكل كتير والله. البيت المعده بيت الداء. هي والله يا دكتور، ياكل بيدي وريوله، ما يودع عن الاكل دكتور. صلص. ياكل ما يودع عن الاكل الا النوم فقط، لما يكون نايم عرف انه ما ياكل، ولا طول ما هو صاحي هني هذا 24 ساعه يسرط. هني كان سبت كامل تيل كله كامل، الهمبة هذا كان 10 كيلو أصبح اليوم كيلو وين؟ بينكر هو بيقول لا. ما عليك ما ينكر، ما عليك. والله يا دكتور أن كلامه سليم، التهاب باطل. ما عليك والله يا دكتور أن كلامي 100%. أنت بريء، براءة الذئب من دم الدجاج. والله العظيم أني بريء.
انا عايزك تلف ابراهيم شويه كده. انا اعطيها هتضربني فين؟ في الاليا. في الاليا؟ اه يا نهار اسود منير. انا مش هتحس بيها خالص. طب ما تخلينا عكس احسن. العكس العكس. روح على اليسار. ومزينا بدك تجيب دكتور تعبان. ما بصور ما بصور. واحد بموت عندك انت بتضحك دكتور. شو حينه يعني الاتفاق هذا راح يروح؟ هيقل شوي. ها هيقل شوي. هي والله ما يروح ابدا. ما يروح الا والله يا دكتور عمال يتريا علي من الصبح والله العظيم. قالوا لي صيح ما ادري شو عايز. شو قلبي بموت منه. عايز صدق ولا زيقتني؟ قلت لي بيموت ابراهيم. هي والله ناصح يفح. انا راقد وياك. هي يفح. شو يقول؟ بموت بموت. انا خبيت والله يعني. الولاد قالوا لي الحق. قلت لهم بالحال. طيب دكتور زيقوك؟ الاوبريتورز قالوا لي في حاله هارت. هي بروبلمز هنا في 12. فجيت جاي. وشو لقيته؟ بسيطه. اللي شو لقيته؟ وضع طيب؟ لا وضع ممتاز الحمد لله. الحمد لله. بس هنكمل بقى بعلاج. وان النهارده الدكتور ياكل ما ولا ما ياكل؟ ما انا بقول لحضرتك اهو. ايه عصير تفاح. تفاح هي مخبوزات ما فيهاش سمسم ولا زيوت ولا دهون كثيره. ياك على هو اللي انت اللي قلت الحين هذا. هو ما يحب ابدا. هو ما يحب الا الشعوب. مشكله دلوقتي والله العظيم انه احبه دكتور. كذاب دكتور والله يا دكتور. ها لو يحب ما غده. ها هنمونه شوف ايش حالته. لازم تيجي على نفسك. انا بخير وسهل الحمد لله. ما يحفظكم ان شاء الله. لا ما بنزل الحين. لا لا بنزل ان شاء الله ورا بكره. ما عليه خف بطنك شويه. الحمد لله والله قلبي وادع. والله قول والله 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 صار بس بموت خلاص ما بنحك. هي بدي شهيد عباره. اللهم لك الحمد والشكر كل شيء من رب العالمين. شهيد شهيد شهيد. اللهم لا اعتراض لا صغيرة ولا كبيرة. تعال شوف شوف يوم بتحب يوم بتحس عمرك تعبان عقب عمرك بحر حق غادي غريق. شكرا جزيلا والله دكتور. شو تبى الدكتور؟ اقول له تقهوى ما تقهوى ما زين. قم انت صب لي فنجان قهوة. صب عليه فنجان قهوة. تشرب قهوة تشاوره؟ تشاوره ما يستوي عشان لا علشان الدليل انك قديت بخير والابره جابت مفعول. مش ابو بعدها تو مضاربين ابره مسرعه لو عين ما اخمرت ما شاء شغل ده 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 سر ها شكل واحد مريض تو يصيح. والله ما شفته والله العظيم. الله يسامحك. الف لا لا حق لك مي عشان تغسل. لا مغسول 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 هذا كله مغسول خلاص. بالبغبلة دول. شي عورك يا ابراهيم؟ شي عورك؟ ما انا ماشي. ها لا تكون بيتك ضعت تكيت ابراهيم ما فيني يا ابوك. لا 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 تحمل دخيل والديك. لا الامور طيبة هني وايد غالي. بسم الله عليكم ترى التابوت هني غالي ولا فين ابوي على المصاريف. ما امنوا لنا الفندق التابوت. وين بيضمك يا ابوك ترى؟ حرام عليك يا اخي انت شو تجي؟ بسم الله عليك الرحمن الرحيم. زين ابو محمد. بسم الله والله ما تشوف شعر. بسم الله عليك. قال لك لا تخلوني اكل شيء. زاق يوم شاف بطنك قال حصارت ادمي. انت اللي قلت له وهو خذ على كلامك. والله العظيم ما قلت له. روح شافك رزاق. الله لا بسم الله أوه. عليك الرحمن الرحيم. شو عينك؟ بسم الله عليك الرحمن الرحيم. الله طيبة ان شاء الله. طيبة بالله عليك؟ قميضة. بسم الله عليك الرحمن الرحيم. يا الله يا رب انك تعافيه وتعافوا عنه. بسم الله عليك. بسم الله عليك الرحمن الرحيم. بسم الله عليك. الف لا باس عليك. شيفك شيفة واحد صاحي. ما شاء الله. ها؟ في شبشب طيب ولا حاجة؟ لا ما يحب الشبشب. والله تبى شبشب؟ يبقى شبشب. بسم الله عليك ما بصاحي وعلي. أربعة شلوا اليمل. اليمل ما شلهم. أربعة شلوا اليمل. اليمل ما شلهم. أربعة ألف سلام عليك يا بيه. بسم الله عليك الرحمن الرحيم.
بسم الله عليك. ها يا الله. عارف العداء رومان في اللوبي؟ لو كده في المجمع. طيب يا سير توكل على الله. مع السلامة مع السلامة مع السلامة مع السلامة. بسم الله عليك الرحمن الرحيم. بسم الله عليك. لا حول ولا قوة. شو اخبار الدكتور؟ والله تمام الحمد لله. شو المريض؟ المريض صدره معقول يعني مش في أزمة قوية يعني. أمال ماله؟ هو عنده وهم شوية. وهم؟ شوية يعني. لكن هي مش مش حالة. شو؟ هي لها شغالة. شغالة لك من كثر الوهم. الوهم. هم يقول وهم. ما تحس ما يحس بالوهم. هاكو. بسم الله عليك الرحمن. صوته باين كمان هوا. يبقى كده تحطوا لي هذا اول مره تقول فور ما تشوف. لا بسم الله عليك. بسم الله عليك. ده مؤقت لغايه ما احط لك النيبلايزر. رحيم بخير. هلا بخير ان شاء الله بخير. رمي يا بسم الله الرحمن الرحيم. زي بغطر يقولك ايش بحيث سلام. شو وانه رومي عشا وخليك انت حتى رويلاتك مسخنات. بسم الله عليك. بسم الله والله يا ابوك. بسم الله عليك الرحمن الرحيم. الف لباس عليك والله مسخنات. بسم الله عليك الرحمن الرحيم. يا الله يا رب انك تعافيه امين وتعافوا عنه. قولوا امين يا متابعين. قولوا امين. دكتور امين. ليش ما تقول امين؟ امين هي والله امين. قلت امين انت؟ امين. هي قال معنا امين. شو بتسوي الحين دكتور؟ هذا نيبلايزر بما فيه موسع للشعب الحرقية. بكار بيطلع زي بكار كده. هي حق الشعب الهوائية. أيوة. ودي حيدهم يحطون لي في العناية. والله ليكون ها دكتور خير. لا لا مش العناية. لا بيطلع السر الإلهي. هذا موجود في البيوت حتى. شو ابراهيم الحين بخير؟ تومي هيجز. شهيجز. احسن الحين ابراهيم؟ احسن؟ بعدها لا عليك الرحمن. خلاص تصوير. لا ما بتصوير الحين ابراهيم لازم نراوي ان المكان فيه مستشفى وعلاج. ما بينا والله هذا الدكتور بعد روح حمل البطن الحلوه الواحده اي بطن يا رجال مسندو. بسم الله عليك الرحمن الرحيم. انا عادي ولا كان مسلوز زي ما قلت له كل ما اكل ما اكل شيء ما اكل شيء ابدا شويه زبادي اكلت همبه ما حتى ما اكل همبه دكتور تتحرك الهمبه ما اكل 15 همبه من ظهر ما شايف شي خصني روح هوي بيضحك ها شو حينه لا افضل من ها في في انفخ في انفخ لا لا واتش الدكتور غربلاتك بعد غربلاتك انت غربلاتك ما يخصني ما يخصني يا الله بسم الله عليه سيروا كلوا سيروا تعشوا يا رب ما يستوي ما تبي تعشى لا بابا قلنا لهم حمام محشي بابا محاشي ماكل محشي قول والله نعم والله حمام بالفريك بابا 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 حمام بال ما ادري شو ماكل الحمام خير شر صدق والله والله اشو بتاكل باكل تفاح بس بياكل تفاح موز مسموح دكتور ولا ممنوع تفاح ماشي وعصير تفاح ماشي لكن موز لا لا موز تقيل لا ما قاعد تحمل ها اكل تفاح تفاح؟ اه يلا شكرا افضل يلا سيلو كنو اصيك على الاخ العزيز طيب في حال طلع السر الالهي خبرني
يا شر برا وبعيد. ليش؟ هذا هذا يا رحمة السلام شرتك كيف عندهم؟ هذول صحابك؟ ما أرضى هذا عندهم. شكرا لك. الخير دائما. خير خير والله ترتاح من الدنيا ما وراها الا الشقا. لا 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 خير يبقى خير صح. اي والله خير. يبقى بالدنيا كمان 60 سنه. 60؟ ايه لا اله الا الله. يلا الف لا باس عليك. الف لا باس عليك يا استاذ ابراهيم. مع السلامه استاذ ابراهيم. مع السلامه. هذا بيروحون انا برتاح بكون بخير. يلا يلا عايض. يعني خصوصيه فيها اهداف حصلت. يا رك الله يا رك الله ابو مبارك. جود مورنينج صباح الخير. انا قلت ابليس ما يكسر وعيانه اشوف كله صاحي. دائما تباني مريض؟ لا عنب البارحه وين بتموت. زين الحمد لله خذيت ويه واكسجين وهذا الحين بخير والصحه اللهم لك الحمد. افا شو افا الله اكبر عليك. عنب ما كمل والله العظيم انت عينك حاره ترى علي. ليش؟ والله متى؟ الو عيني حاره خف وزنك. لا هي انت جمعتني اخف عن الوزن. بسم الله عليك الرحمن الرحيم. شو اليوم خير؟ الحمد لله 200 200 الحمد لله. لا تستاهل الله يوم حلو انت شي فيك. يلا انا دومي حلو. بعد صباح الخير. صباح النور. جود مورنينج. صباح الخير. صباح النور. زغنا عليك زياق النصي زي ابوك. خلاص فرحان؟ فرحان للطول؟ أبوي أبي واعر قاعد يواعر بيموتون مصيري يتم يجاب للشارع رقد عنا. إيه هي أنت أنا حليل إنني ما رقد زي نفس كل طعبان. ليه بلاك؟ طعبان ترى ميهود ما رقد. بسم الله عليك بسم الله عليك. هذا معذور الميهود أبوي ما يسرط هالكثر. والله ما صرط جماكن لقى هنبة. نعم متى هاك اليوم؟ لا والله شو من انت بخبط لك عيال؟ قسم بالله انت اللي ما صارت الهمه لين ما قلت بس ولا 20 حبه ما شاء الله. مع السلامه يا اسكندريه. هاي تسمعوا بها بالملاحات والملاحات. هاي هي الملاحات. هاي فشرات الشرات الخزان يفتحون يدخل البحر ينزل البقع هاي كلها. واحنا هلا تشوفونهن يتريون ويدخلون البحر هذا في الشتاء يوم يعدي القير تحمى عليه الشمس يبس تبخر فيو قطعوه تقطيه صلف وشلوه ويمزروا بيواني وباعوه. هذا هاي العمليه البدائيه كان وما زال لين اليوم لين بكره استخراج الملح من البحر بالطرق البدائيه. هاي الطريقه البدائيه الاول النمونه. اللي بقى اللي فيها اصباغ فيها اصباغ واللي فيها بويشرات الخيران وتتبطل تسجي وتتبر عندهم المايه سووها النمونه من يي بس مزروا بيواني باعوه عليكم والدنيا مطرجة. ها شو هذا الحمر جريبي بس هذا الحين خلاص. ها شو هذا بعد قطعة ثانية اللي تشوفونه كله ملح. شوف بسم الله الرحمن الرحيم تحرى لونه مغر حمر ممغر لونه ممغر. ها هناك بعد شيء هاي ملح هذا تو مدخل بعد وهذا اللي الحين بيجيكم تو بعد جاي يعني. حمر اللي تشوفون حمر زاهر ترى مرة هذا أخير ملح. أنت والعار فيه أربعة أغلب ملح ترى على فكرة هذا الملح الملاحات هالنمونة وشيء سمك يكون فيه اللي فيه سمك السمك هاي اللي يصيدونه يعني يكون أخس نوع سمك عندهم في مصر يسمونه مياه الملاحات أسماك الملاحات يعني أسماك المستنقعات تلقط ريحة ملحه خايسة الله يعز النعمة فلذلك يبتاع بسعر السمك الطازج الغالي لكنه هو ما يتشاهد. يلا ارض استخلاف عادل الذكي عاد اللي يعرف يفرق بين العدل والماي من الريح ترى ما يبالف اهل اول. شوفوا شوفوا كان حد هين. هاي بقول لك هذا شيء وصف عند هل الدمام يسمون احلكوه تعيب على بلكوه. احلكوه تعيب على بلكوه. العوره تعيب على مزر.
حينه هو اكثر واحد في الدنيا يرقد، وما صدق على الله يشوف فقير عايض مغمض عويناته، قبض التليفون الله اكبر الله اكبر. والله يا عايض يا نياس صورك توه، انت شو تقدم حرام عليك. مشكلة شيء خدمة تقدم من طيران الاتحاد اسمها ميت اند جريت. الخدمة هذه الله يحفظكم امس انا صورتها كأني اروي الناس المتابعين اللي يستعملون طيران الاتحاد، ارويكم او اخبر عن خدمة موجودة، لكن بغيت اذكر بها المتابعين والناس لداخل الدولة وخارجها أن بإمكانهم الحصول على هذه الخدمة. فصورت الخدمة هذه قبل ما أسافر ومصورنها الحين طالت أعماركم يوم رديت من السفر. هذا فقط للتذكير وللتعريف بخدمات طيران الاتحاد الجليلة، طيران الاتحاد الاتحاد اللي في أبوظبي، طيران الاتحاد تقوم بخدمات مميزة وخدمة مميزة قلما توجد في أي شركة ثانية. نعم هاي خدمة موجودة عندنا في مطار أبوظبي الدولي وعن طريق طيران الاتحاد الناقل الرسمي لدولة الإمارات العربية المتحدة. طريقة الحصول عليها وطريقة حجز الخدمة هذه كلها بتلقطونها في الفيديوين الثلاث اللي أحب أنزلهن لكم بعد مصورات البارحة أول ما يجينا. وصلاح يتري اتحاد فقير ايش اسوي. وصلنا ابوي، وصلنا دار الطيبين، وصلنا دار. السلام عليكم، كيف حالك؟ كل ماي القط جدي. الله يسلم. حالك راويني وايش شكلك؟ سبحان الله حظي كل ماي انت معي صح. اي والله يا حظي. يعني حظك حلو. اي والله اكيد حلو. اي والله نسيت اسمك انا اصلا. مها. شو اسمها الخدمة هذه اللي تسوونها؟ هاي اسمها ميت اند جريت. ميت؟ ميت اند جريت سيرفيس. ميت اند جريت سيرفيس. انا المفروض اخبر هاي كيف الواحد يطلبها بالحجز ولا كيف؟ اي موجودة على الاونلاين او ممكن تيجي على المطار في نفس الوقت الطيارة رحلتك فيها ممكن تطلبها. والله يكون المسافر من يوصل الكاونتر فيك تطلب الخدمة على الكاونتر او تسويها اونلاين يعني من قبل. ايوه اللي يعني اللي الكاونتر ما يحتاج انه يدخل داخل في الممرات انتوا تخلصوا كل شيء. شو الخدمه عباره عن شو هي الخدمه؟ الخدمه عباره عن شو؟ اوكي هي تسهيلات في الاستقبال او في المغادره. اوكي أيوة. زين تسهيلات على الجوازات في البوردينج مثل ما هلا استقبلناك نفس الموضوع عرفت. فكلياته بس انه حتى لو تكون عائله كبيره حتى لو ايوه ويل تشيرز معاهم كله 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 اللي بدك ما شاء الله. شكرا جزيلا. اسمك شو قلتي لي اسمك؟ ما علي سامحيني. لا قبل شوي اظلمني ما يبين يتحرون اسمه بغاوية. الحين بخير؟ اهم شيء حطيت لي فلتر. بعد؟ ما تبين فلتر ما شاء الله عليك فنانة. فلتر. فلتر فلترك من تشوفيك؟ اقول لك شو اسمك؟ مها. مها. أيه. الخدمة هاي مكلفة؟ الأسعار عندنا موجودة في الأونلاين. دي واللي بتاع اسعار مش مكلفه في الاونلاين موجوده. ان شاء الله. شكرا شكرا استاذ عايض. العفو طال عمرك ابو محمد. العفو حلو. هذا ما برقعد انت منطرنا ليه وصلنا وترقع. والله ما برقعد ساعه وعد رقع. الحين انا وانا جاي وانا جاي من اسكندريه انا ما قلت ابغي الخدمه هذه. هل ان الخدمه هاي تسجل اونلاين من اول انتوا يعني اعتمدتوا؟ لا ها؟ هي بس اللي بيعملها اونلاين او على الكاونتر هي بتكون one way بس ممكن يطلبها two ways. اوكي بس لك سبيشال في اي بي. لا صدق والله ما أيوة. امزح ايوه ايوه بارك الله فيكم مشكورين شكرا جزيلا. اشو تطالعيني عيون شو صالق انا بكبرها الثانيه. الخدمه هذه بالذات تأديها شركه طيران الاتحاد لجل اللي يكون
الرفاهية، مش قضية الرفاهية، ما يبون يدخلون في مع الوالد اللي ما عنده عنده حريم، وما يباهن في الزحمة، ولا يباهن يفضل سيد، ولا يباهن يدخلن في تخليص الجوازات. هم يخلصون الجوازات وهم يوصلون بسيايير تابعة للطيران الاتحاد من وإلى المطار، من وإلى المطار. هاي الخدمة موجودة بالطلب أونلاين، وتقدر تأخذونها من المكتب وصولكم للتشيك إن. الحين صبري صبري صبري، وين ودتنا الحين؟ اللانش. إنزين، وخل من اللانش وين بتصير؟ من اللانش تستنى. أها، الحين بتوصل على السيايي. هاي كله من ضمن خدمة الشو؟ للبزنس كلاس. لا خلي البزنس هي. الخدمة اللي نحن طلبناها. لللانش والشانت بتيجي لعندك. الخدمة. أيوة. شو اسمها؟ ميت أند جريت. ميت؟ أند جريت. شو اللي يعني بالعربي ميت أند جريت؟ استقبال وترحيب. بعد. شكرا. Thank you. Thank you. أبوي ترى هبة تودون العين. لا 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 ربيعي سالم يا دني هذا هو. يا الله يا غربت كنت وسالم فوق. قايلين لك لا تأكل وايد. أمس ما قال لك الدكتور لا تلعب في بطنك. شو تبى بتنقع ترى؟ والله بس قلت. بتنقع. والله إنك بتنقع. ما أكل. شو ما تاكل منو؟ شو هذا جداك كأنه آدمي رابط. والله العظيم إبراهيم خاف من الله في عمرك راجب الحي القيوم. والله أبو يا أبو مبارك هذا مشكلة حين أخاف زين يوم الله سلمها أمس ما نقع علينا هناك والله وقوموا بعدين يبوا معقمات وما أدري شو بين طربطنا شو شغلة طويلة عريضة لكن الله ما يأكل هو ما شاء الله يعني إيه تبغى تضغط مني والحمد لله وصلنا اللي وغراضنا شو اسمك نسيت اسمك مشكورة يا مها شكرا يا مها شكرا يا مها thank you very much ولي ابتسام أكبر هاي إبراهيم هاي السيارات شكرا جزيلا شكرا اتحاد إيرلاين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما شاء الله من توصل أبوي لا تتريا ولا شياته السيايير صبرة تبارك الرحمن هذا الربع ما شاء الله باجي حمد هي حمد سحب حد بيصير السمح حد بيصير العين حد بيصير الباطنة والدنيا مطرجة حد بيصير الدوام حد بيرد الدوام أرب الله أنت السلام عليكم صباح الخير تمام. عندك ضيوف أنت من الصبح وليش ما خبرت أجوين قلت لهم أني أنا فوق حبي يتحروني كل يوم ما أخبر هالكذا كل يوم أتأخر كيف حالك كيف أنت الله يسلم الله يحفظك يبارك والله مليون مرحبا شو رمسكم صلاح شو قالكم والله كله يتنشد عنك أفا يا صلاح أنا موجود فوق. موجود فوق شو أسوي عادة توني نازل ثاني مرة بتصير وياي مصر لولا وين مصر بتصير وياي مصر عندكم محسن بحر أنت لا أنا وياك ولك بسير باكو ملكو أسد بسير باكو بيموت على سيارة باكو صح ما تعيز ما تبى تغير سيرسين لا مصر غير وبانكو غير ما شاء الله عليك يا سالم ثلاث تلفونات ما في كلهم عليها اللازم في خاطري ولا واحد منهم ثلاث تلفونات ثلاثة ما فيك حيلة الشغل ثلاثة واحد يا أبوك واحد واحد يسد يوم الأشغل أنا واحد حقي هالي حين أصور أتكلم منه وهذا حق التصوير فقط لا غير وأنا أدري خاصات واحد خاص في الشغل بعد هالي خاص شيء هاي فيها إن لا ما فيها إلا فيها طالعة كل خير على دوم إن شاء الله اللي قلناك بنسويه جام هذا وذهب تقول لي دوارك يلا أوبن عاد ما شاء الله ذهب شو ما شاء الله شو الحجم يا سلام يا سلام يا سلام Thank you دواركا Welcome sir How are you I'm fine sir
يسعد صباحك يا ابو محمد. ها ابشر بالخير، خير دارنا وبلادنا ام الدهن، ام الدهن من الاصناف اللي ننصح بزراعتها. كنك البسر وكنك الرطب وتمر. ها خراف اليوم الله يبارك. هذا التين، ها شوف شوف التين مصر ابو محمد، تمدح تين مصر. هذا التين انتاج ليوا، عسل ربي يبارك فيه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير. الكثير منا أو كلنا تقريبا نقول والله ما نروم نتروح لا بالطايفي ولا بدهن العود في القير، لازم كنادير صوف وصفر حمر ولا شالات. لا، بإمكانك تتروح أبوي قير واشتر وتستعمل دهن العود وتستعمل الطايفي، كما بلازم أبوي على الكندورة. لا، بإمكانك هذا دهن العود، ها قطرت منه 3-4 قطرات وحطيت وياه الطايفي 3-4 قطرات. أيوة، ها ولا شيء شرط، تازم ريحك بوي تعطعط مسير يومين، وين ما تجبل ريحك بوي خنينة، ما بلازم من حول لين حول من اشتى ليشتى دهن العود بوي فوتخ وين ما تسير، لكن هذا مكانه. مساكم الخير والنور والسرور ومست زقريته. اليوم انتشرت صورة لنخلة جاية من بلد مجاور، انها هذه كل سنة هالنمونة، وهذا ناتج السنة ظاهر، والناس يتفشروبه او يتباهوبه وسموه نبت جش نون، او ان الرطب هذا النخلة هاي اسمها جش نون، وهي لا جش نون ولا جش ما يصنعون. بنعطيكم العلم والخبر والسالفة من أولها لين آخرها. في الحين أول شيء بنزل لكم الصورة وخلاف بنعطيكم التقرير كامل شو هو اللي منتشر وشو معنى جش نون، وهل هذه حلم ولا من محض الخيال. هذا كله الحين بخبركم عنه إن شاء الله. اولا النخله هذه اللي تشوفونها بين نبته سيف وبرحي، لكن اكثر الظن انها برحي. النخله هذه بين نبته سيف وبرحي، لكن اغلب الظن ترمي الى البرحي اكثر من نبته سيف. الاصابه هاي الله يحفظكم اصابه عنكبوت، اصابه عناكبيه، متى مزمنه فيها النخله هذه. هالعنكبوت متيمع في الشتاء وباني عشة، ويوم أبويه طلع أبويه النخل كده بايض ومفقس ومعيل، وغادي أبويه النخلة تغوش من العنكبوت، طلعت فقيرة وقت الطلع، طلعت يت العنكبوت وسوت النسيج على قمة الرطبة هذه، فحزقتها من تحزق هذه تكبر الرطبة، فتازم شرات السر فيها. فهذه حالة مرضية، يهد مرض انخلة مريضة، هذه ما بجشنون ولا عندها خبر، هذه بوي انخلة وضاربنها عوق العناكب، يهد حال أي يهد وأي فيروس وأي مرض وأي سقم، أي سقم يسقم إنسان ولا حيوان ولا دابشة ولا شيرة، مرض من الأمراض العادية. سموه جشنون وسووا له قصيد وطويل، ولا مرض عناكبي ما يبالك. العلاج ولا تفادي هاي الحالة الله يحفظكم، شهر 12 تنغسل النخل أبوي بمبيد عناكب. كل النخل في كل مكان ينغسل زين ما زين ومبيد عناكب. تتنبت لنخلة، من تتنبت لنخلة الله يحفظكم ويتغدي حبة الرطبة كبر حبة القهوة، شلوا النبات محطوط في أول الموسم شلوه ونشوا وغسلوه مرة ثانية بمبيد ما العناكب. كفى الله المؤمنين القتال، ما يباله دق طبول ولا يباله سيره ولا يباله ييه، والحمد لله الأمور طيبة. اللي بيعامل هالنمونة الله بيفكه من عوق وفيروسات العناكب طول حياته. مدة ما سمعتوا أو ما شفتوا دوج نخل
الخلط العزج نصه حمر ونصه اصفر، فهذا صحيح، هذا مش فوتوشوب زين، وهذا مش كذب، هذا حقيقه. وشيء من النخر يكون فحال، فحال 5 سنين 10 سنين وفجاه ينجلب الى انخلط، او انخلط ينجلب فحال، هذا كله يستوي، هذه كلها امراض جينيه، امراض جينيه تضرب النخيل 100%، هذا موجود لين اليوم لين باكر مثلا. واسبابها شو؟ شيء من الاسباب الله يحفظك، وتكون النخل هاي مهيوره وفجاه استوى فيها عنايه شديده قويه، فلذلك استوي تغير في الجينات وتتينل الخلاص. بسم الله شو هاليان الاول المهلكه يعان، هذا تفيدون الوصف اللي يقول يا مي من ياها الغنى من عقب حايه يموت في كبده من الهم هايوس، هاي هالنمون حتى الخلف غيره زاغت زاغت، ما اللي ما شاف الكبد يتعيب من يتعيب من الريه، اللي ما شاف الكبد يتعيب من الريه، هنا اللي ما شاف الكبد يتعيب من الريه، يزيقون العرب. والوصف هذا حتى على نخيل بقارة ما تدعنا وفيه مهيورات ولا لا لا لا، كمل سنين أيه الاهتمام السمدات والمركبات ولا لا لا لا، فجأة أبوي تتغير جينات عن فكرة أبيها، فلذاك يتروعا هي والله، وهذا السبب كله، هذا أمها وهذا أبوها. يومين الخميس البحير في مطار أبو ظبي الدولي، واليوم وأنا ظاهر من مصرف أبو ظبي الإسلامي لجيت أخوه ضاعن، والله مليون مرحبا ضاعن. ضاعن بتعذيبك أنا؟ إيه كنا في الآدية في الجهاز لمدة كم سنة؟ أنا تاريخ تعييني 24/12/79 أنا 88 تعييني انت قبلي انت قبلي قبلك بعشر سنين طمني عليك الله يحفظك امورك طيبه كل شيء زين ما شاء الله عليك الله ما شاء الله بعك فنان ها بعك فنان لا انت بعد الفن بكبره الله يحفظك الله يسر دقيقتين اقل عن دقيقتين خلصت شغلي لان جاي عسب مصرف ابو ظبي الاسلامي جزاهم الله خير لازم كل انسان ان يحصل خدمه مميزة لازم يشكر ولا فالحين فقط للتعذيب سرنا الدائرة الفلانية ما سوولنا سرنا الوزارة الفلانية ما سوولنا سرنا البنك الفلاني ما سوولنا ما بيسوون إذا أردت أن تطاع اطلب المستطاع تصير أوراقك زاهبة تأخذ رقم هويتك زاهبة هويتك فعالة ليسنك فعال جوازك فعال معاملك جاهزة بتقضى وتخلص أمورك تصير وانت الأمور قاصرة ما بيخلصونك ما يرموني أصلاً خلصوك ركبهم حق وركبوهم جوكم من الجواكم الكبار نعم فلازم ولا إن شكرتم لأزيدنكم لازم لازم يوم يحصل خدمة يقولهم شكرا يقولهم شكرا على كل حال لازم كلمة شكرا خدموك العرب لو إنهم يالسين بنول لو إنهم يقبضون مرتبات لكن كلمة شكرا وكلمة يوم بتجبل لو سمح هاي كلمة طيبة أبي وتباغمون على العرب ما حد أبوي باغم لازم أبوي تغديلته هين اللين في ولطيف ويا العرب ومبتسم ويلا يلا بعد يخلصن سامانك حتى روحك ما تتشاهد عبرة العابرين منو بيخلص سامانك بعد لا عون ولا لون لا عون ولا لون أنا ما شفت حد ظهر في السوشيال ميديا من جماعتنا وصدق أنه وقال جزاهم الله خير الدائرة الفلانية ما قصروا ولا البنك الفلاني ما قصر بياضوي ما أشوف أنا شيء من هذا كله هيلا بيس تعذريب وهيلا بيس قالوا ما سووا لنا ولا عطوا لنا ولا قضوا لنا ولا مضوا لنا معقولة يعني ينان هو الله سبحانه وتعالى ما شافوا بالعقل عرفوا كيف عيال تقضى حوايجكم انتم الدنيا هاي كيف ماشية الكون هذا كيف ماشي يوم انتم ما تمشي حوايجكم بتصير ابوي معاملة قاصرة والله يا ابوك لو انا هناك لا اقولهم ولا حد يسويه بعد يلا الايجابية انك تكون انسان شكور اول شيء تشكر لله سبحانه وتعالى دخلت مكان لقيت المكان زين ويستاهل وفنان تشكر ابوي بغيت تشكر الادمي اللي جداك مباشره ولا تشكر ابوي على التواصل الاجتماعي هذا ابوي شيء يسمونه هذا الانسان الايجابي تشكر علني تشكر بالعلن قدام يهتله وخلقه في تواصلك الاجتماعي في حسابات في حال عندك حسابات بهالطريقة اللي انت تشوفها شيء بسيط شجعت بلادك وشجعت الموظف وشجعت الناس وكسبت أجر كسبت أجر يا ولد الحلال كسبت أجر بدال التعذيب هذي ما يوجف
وفي حال دخلت دائرة ولا بنك ولا وزارة ولا مستشفى ما يازلك ما يازلك الهست. أكبر عيب ومنقود إنك أنت تكشف قدام الوادم، حد يمشي في الشارع ويتكشف ما يستوي. هذه بلادك وهذا مكانك وهذا هم الليلك وهاي هم سندك وهذا هم عونك، ما يستوي تنقد على أهل بيتك. خشمك يوم بيخيس ما تروم تقص. عندك انتقاد في صندوق شكاوي، في مدير، في انتقاد أونلاين، فيه تقدر تصير تكلم المدير، تكلم الوزارة، صندوق شكاوي، وايد أشياء دون أنك أنت تجرح لفظا وكتابة. أولا عيب وما نقول وما ولب من شيمنا نحن يا هل الدار هذه الطيبة، هب من شيم عيال هالدار المباركة. نعم لا بمخلف علينا هذا الشيء ولا منقود اصلا. منو يسوي هالنمونه؟ يسمون البيعاري الاول. البيعاري والبيعاري هي اللي تقدي لغاي لغاي، مثل يقول لك الكلبه اللي تنهش ينوبها، يوم ما تلقى حد تلاقيه تعضه تنهشه تنهش ينبها، تنهش ينبها وتعوي مبلغ تحت الضاربه. فلذلك هذه ميزة مش طيبة أبدا. ما يازلك، ما عليه بكل احترام وتقدير، خبر المدير، خبر صندوق الشكاوي، خبر الوزير، خبر كل مكان. الدنيا كلها أبويا طلقة، ما حد مسكر عنك شيء اللي تبغى سوى، لكن ما تغدي بيعاري قدام ياهت الله وعالمه. منقود عيب عيب أكبر عيب، يلحق بويد كسر اعتبار أنك تسوي هالنمونة. توجد ولله الحمد خدمات إلكترونية غير موجودة في أي بلاد، فقط في دولة الإمارات. هاي ما أقول فقط في دولة الإمارات، من خدمات إسعاد المتعاملين والمراجعين، إسعاد المواطن، إسعاد الزائر، إسعاد المراجع، إسعاد الكاستمر. هذا اللي جاي شيء كاونترات مخصوص لإسعادك، موجودين فقط لرسم الابتسامة على محياك. عدهم وعديدهم يلسين مخصوص ما لهم مهرة، يلستنهم الحكومة لإسعاد الشعب. خدمات خدمات إلكترونية برسم الخدمة موجودة لإبداء الإعجاب أو للاستياء، في حال يعزلك أو ما بيعزلك، ما بسعيد بنفس اللحظة. إذا ما دقوا لك اليوم بكرة ما تدور 24 ساعة عليهم رقابة. هالوادم اللي توصلهم الشكاوي هاللي أونلاين، إذا أنه ياهم حد يشتكي وما تواصلوا وياه، يا ويهم ويا ظلام ليلهم. مستحيل أنك أنت تقدم شكوى وما ييك الرد بأسرع من لمح البصر في خلال ساعات، أو نطولوا خلال 24 ساعة ييك اتصال موظف بعد واعتناد. شوف في خاطرك، شو مكدر صفوك، شو ليش ما خلصت معاملك، وينحل موضوعك ويوصل إلى أعلى المستويات. خدمات غير موجودة إلا في دولة الإمارات. إسعاد الناس، إسعاد البشر. شو اللي كالفنك، شو حادنك، شو الشيء اللي يخليك أنت ترتكب جرم كبير بهالطريقة في حق البشر وحق بلادك وحق قيادك وحق شعبك؟ إن شاء الله حادنك، ما بعايبنك تنشر في تويتر، ما بعايب انك تنشر في الانستغرام، ما بعايب انك تنشر على اليوتيوب وعلى الفيسبوك. ليش؟ حد يكشف عن عمره؟ حد يمشي عيب والله، اكبر عيب اكبر عيب. ما يسوي ولد العرب والقبائل وبنت الرجال، بنت الناس الرجال وخت الرجال، ما تسوي هالامور. ما يازلج مليون منصة ومنصة تبدين استيائك أو إعجابك. المطلوب منك يا الإنسان يوم تشوف شيء حتى لو ما يازلك، حتى لو ما يازلك، تكلم الجهات المختصة. ما تكلمه أو شفت حادث والله وقفت تطمش وتصور وتعرقل السير هذا كله فضول. عندك فضول مرة بيج تلك الفضول، سر أبوي في مسافة ووجف ورد على وراك. إنما توجف تعطل السير وتعطل رجال المرور وهل بالإسعاف وهل ناس يعني ما يستوي، والله ما يستوي. تمشي
شفت حرمة ما يازلك لبسها، ما بلازم تجلس تصلح الكون، لبسي وتستري ما ادري شو عندك، شو يخصك فيها انت؟ انت مطلوب منك قبض البصر، قبض البصر، لا فوق شيء ولا تحت شيء، مفروض انك انت تزقها وتستري وتلحفها، شو يخصك في اللوادم؟ قبض البصر، قمط عيونك وصد منك، واذكر الله وقول لا اله الا الله وقبض طريقك عليك بهل بيتك بالنصح، بتنصح انصح ولدك بنيك اهل بيتك شوفاتك، غير ما يخصك في اللوادم، ما يخصك في العرب، كانهم ساره وشرق ولا غرب، سهروا ولا رقدوا، كلوا ولا شيء، ما يخصك، شو يخصك في العرب انت تعذبهم فلان وعلان. واحد من العرب ينينونه يوم يشوف حد مثلا قابل مسكر عليه الدرب ولا شياته ولا دق الهرن، تم يسب ويلعن ويشعن، وعندك قول الله يهدي وطرج، حد خطف عليك طاير ولا شيء عنده، قول الله يهديه يعني يوصل سالم غانم، هب تدعي، أمور وايدة. رب العالمين عاطي كل إنسان أنه ترى إنسان، الله ما يزنك أنت بالطيب وحسن الأخلاق وحسن المظهر، رب العالمين هاي عطية. حد من العرب حتى لو بتشوف أنت تغلب عليك الشيطان ركب ودل ريوله إبليس، شو تسوي أنت؟ تعود من الشيطان، قول الله يبارك له، الله يعطيه، الله يرزقه، وإن شاء الله أن الله بيرزقنا ما شاء الله تبارك الرحمن، هذا وصل مكان الفلاني أو شفته مع فلان أو شفت أو وصلت البيت الفلاني عند الفلانيين أو حصلت شهادة الفلانية، يا الله يا رب أنك توفجها، هب اللي يبون لبغاية عطوهم، لا الله اللي معطي، ما عطاهم إنسان، الله سبحانه وتعالى المسخر المعطي والمرزج، الله ما بأنت ولا فلان ولا علان، أي إنسان هذا صلة واسطة، الأمر من عند الله سبحانه وتعالى جل جلاله، هو اللي يرزج، هو اللي يسخر الأرض ومن عليها لمن يبغي، كل هالأشياء هاي تستوي من رزج من حياة ومن ممات ومن سير ومن يجي، هذا كله رزج من الله سبحانه وتعالى. أنت يوم بتشوف شيء ليش تخلي في خاطرك أنك تبت تعذرب؟ ليش تخلي توجهك فقط للشر؟ ليش تخلي تركيزك كامل أنك أنت تفش الغل اللي فيك هذا حق فلان أو علان، فلانة أو علانة؟ ليش؟ ليش ما توجه الكلام الطيب؟ ليش انتقاد؟ شو بينك وبينهم العرب هاي اللي أنت؟ شو مسوي بك؟ لا تخلي إبليس دوما راج منك، لا تخلي إبليس يوسوس لك، لا تخلي إبليس دوما يوجهك لعمل الشر ويوجهك لعمل الانتقاد أو اللي الهدام، انتقاد انتقاد بناء مرحبا سهلة، لكن الحين كل انتقاد هدام، كان فيك لهالكثر حيل وقوة وعندك طاقة، وجهها للكلمة الطيبة، وجهها للشيء الزين، للتشجيع مثلا، للكلمة اللي تحفز الموظف أو الموظفة فلان أو علان زيد أو عبيد، ليش أعطي الشيء اللي يهبط ويكسر البياديف ويهبط المعنوية؟ ليش ما أعطي الشيء اللي يفرح؟ ليش ما أعطي الشيء الكلمة الطيبة؟ ترى يقولون ما عندك عسل، ريجك عسل، أنت ما بلازم تعطيني أنا العسل، ما عندك وين بتيب؟ مسكة؟ ما شيء عندك، ريجك عسل، الكلمة الطيبة. بالأخص حين هاي علومة جديدة من يشوفون حتى توه منتهض، كان مذيع ولا في السوشيال ميديا ولا في الكتابة ولا في أي محفل من المحافل، توا بيظهر، توا مبرج، توا نابر، ظاهر عن ترغرقة، توا نابر، حطوا فيه النور وما يصنعون، كودوا واشتروا من السوق وكودوا فيها البنادم، كان رجال ولا حرمة، حطوا شيء في القون، شيء بغناش، شيء بدواري، كودوا فيه ما خلوا فيه في الشيء في الدنيا عذروب اللي حطوا فيه العذاريب كلها، شمنا هذا في المملكة العربية السعودية في الكويت، هل بالسوشيال ميديا هذا منهم يرفع الثاني، هذا منهم يرفع الثاني، وكل يدعمهم وكل يقول والنعم، حتى اللي ما يعرف يشجعونه انه يعرف، يشجعونه انه يعرف، كل يوقف في صفه، ونحن الله بالمستعان من توه واحد يبتدي بينبر، حطوا على علبة يونية اسميت
لجل انه يدمر تن ثانية ويغرق، ما ينهضوا به، ما يحط يعطونه ابويا شيء يخلونه يساعدونه، لا هوسوا عليه، يبون يغرجونه، يبون الناس تتم تحت، ما يبون الناس تنبر، يبون الناس كلها غرقانة. ليش؟ شو السبب؟ شو بينك وبينهم هالوادم؟ ليش هالتعذريف الناس؟ ليش ما نغدي حالنا حال غيرنا؟ هذا يساعد الثاني، هذا يرحم الثاني، هذا نحن بعضنا ما بعض، بعضنا ما بعض، الله بالمستعان متواكلين، متواكلين. تحرى حريم ريل يا غير حريم ريل، هاي تشيع بهذه وهذه تضيع بهذه وهذه تقول حق هذه وهذا. عن ابوه شو خليته حق الوالد من غير؟ شو خلى حد ابوي يجلس بعدرب ابن عمه وولد خاله ونسيب ومن بلاد وحده؟ ترى راعي الفجيره، ولد عمه راعي ابو ظبي، خاله راعي راس الخيمه، كلنا متواخذين دم ولحم اهليه. المنافسة الجميلة وايد موجودة زينة، وايد فنان ان الانسان يعين ربيعه ويتكلم عنه بالكلمة الطيبة، كلمة الغيبة ترى توصل. انت ما بتربح الحين يوم بتسب فلان ولا علان، انت رب العالمين، رب العالمين هو اللي مطلع عليك، انت هو يقدر انت شو قلت وشو تنوي. نحن الله يحفظكم، واللي بيظهرون من جديد من يد ويديد، واللي كد ظهروا من قبل، واللي كد وصلوا من قبل، ها كلهم ابوي محتاجين دعم. دعم هذا دعم من الشعب، دعم شعبي اسمه، دعم شعبي. الكلمة الطيبة لازم تنقال، الكلمة الطيبة لازم. ما عيبك، ما بيايزلك، لا تعذرب، لا تقول هذا فلان فيه، ولا يده فلان، ولا خاله فلان، ولا أصوله فلان، ما له داعي. صخ الكلمة الطيبة وايد زينة. لا تعذرب، لا تعذرب في فلانة ولا علان، تكتب عنها فعلت ولا تركت، شو خصك فيهم؟ لهم رب، رب رب يحاسبهم، والقانون ابو ياخذ مجرى. ما في داعي انك انت تشهر في العرب، ان كانت حرمه او رجل، التشهير هذا كم لك انت؟ رمي المحصنات بني هذه، انت من كذا انعذربت بها، كانك ابوي رمي المحصنات، كان جرمك كانك هادم مسيد، كانك هادم مناره مسيد. اللي يرمي المحصنات، هل يطرون الشوفات؟ ناهيك عن الاشياء اللي من غير. نحن كإماراتيين لفينا الكون، لفينا 100 ودي، وعدنا من الثقافة ما يكفي إن نودر أبوي الكون اللي فيه ونخطف عن أبوي مسير 100 يوم. هذا أبوي كله اكتسبناه من الزمن ومن قادتنا ومن حكومتنا ودارسين وعايشين وشايفين، مثل ما قالوا المتوسط، يقول المتوسط شايف العذج بمه، هبتوني ألقط الحتات، شايفين العذج بمه، وشايفين الخير من استوينا هب من اليوم، مبرجين الحمد لله في خير وخضرة، وعاشين في فضل من الله سبحانه وتعالى وفضل القيادة الرشيدة. بك معروف اللي تسوي كل شيء زين تسويه، ترى يردلك. الزمن دوار، الدنيا دوارة، هذا كل يردلك، أي معروف تسويه رب العالمين يردك إياه مثلي ومثلوث. الكلمة التعذريب هاي اللي انت عذربتها في الوادم، القطار بيخطف هذا، القطار الانتقام هذا بيخطف، لكن هذا القطار بيرد لك مرة ثانية وبياخذ حقه منك، مثل ما عايبت على العرب هايل، رب العالمين بيستوي الغاط 10 بينخذ منك. إن كنت أنا لو غيري من هل بالسوشيال ميديا صار سوالك إعلان، شاف بلاد، شاف منتجع، سافر إلى متجر، شاف مشروع، شاف شيء، هاي معلومة ويابها أنت زين، أعطاك معلومة راعي السوشيال ميديا هذا، أعطاك معلومة، يابلك خبر جديد، يابلك ناتج وأمر أنت ما تعرف عنه، أدنات الدوم ما تعرف عنه، أعطاك الخبر، أعطاك العلم، أعطاك الناتج، يابلك سافر بالطار بين أرضه وسماء، يازلك زين على زين، ما يازلك لا تعذر بسامان اللوادم. انت محدقك على يديك، قال لك سافر ولا سر ولا اشتر ولا قال عزر عليك تاخذ، ما حد قال لك. بغيت زين على زين، ما بغيت لا تكسر السلع ولا تخرب ابوي الشيء اللي بانين بيوت وناس عايشين من ورا المنتج هذا، اللي كان فندق ولا ولا مدينه ولا شركه طيران ولا مستشفي، اي شيء كان.
هذا إعلان اللي أسويه هنا وغيري إعلان، إعلان مدفوع الثمن بيزات. هذا شغل مثل ما المهندس عنده شغل، البناي عنده شغل، الدكتور عنده شغل، كل حد بشغله وكل يقبض أجره. هذا بزنس عمل لا بعيب ولا بمنقود ولا ما يلحق عتب منه من وراه، ما يلحق قاصر. أنت موظف، أنت موظف لك راتب من جهة معينة، عندك عزبة تبيع من وراها دبش، تبيع من وراها دهينة تويمية، تبيع من وراها حليبة، تبيع من وراها يقط، تبيع أبوي من وراها يقصون الدرس ويسمدون ويبيعون يبيع. هذا أبوي شغل إضافي، هذا رزق من الله. عندك أبوي وظيفة وعندك أبوي شغلة ثانية هواية وتحصل وراها رزق ونصيب، بعد هذا رزق من الله. أنا عندي أبوي معاش تقاعدي وحصل أبوي رزق من الله، كان سويت شرق ولا غرب، حالي حال غيري. أنا ما بغير ولا بفوق راسي ريشة ولا بأدنى عن اللوادم ولا بخير عنهم. كل إنسان أبوي يطيح عليهم باللي رايحة، تروم تسوي لك شغل إضافي، تروم تجتهد، تروم تبيع، تروم تشتري. كل أبوي مجال مفتوح، المجال مفتوح قدام الناس كلها. أنا أظني أو أعتقد، والعلم عند الله سبحانه وتعالى، أن هذا اللي يالس على تويتر إلا فلان وفلانة جالسين يسوون دعاية ولا عندهم شغلة، جالسين أبوي يسوون يمدحون البلاد الفلانية ويسرون السوق الفلاني ويشكرون على الفندق الفلاني. هذا أنا أتوقع، أتوقع العلم عند الله سبحانه وتعالى أن الشخص هذا إنسان فاشل في الحياة، فاشل فاشل وصفف على عمره ملايين ملايين من الديون ويلس يتفكر هذا فلان شو دخل وهذا فلان شو عنده. هي معادلة بسيطة ما يبالها واحد زايد واحد ترى إلا اثنين، ما يبغي لها تفكير. الإنسان الناجح ما بيتفيق يدخل تويتر ويعذرد. هذا أبوي اللي يارس على تويتر هو الفاشل، ما عنده أي شغلة إلا هيلة بيس يعذرب في اللوادم عندهم ما عندهم، ويجلس يسب ويعذرب في الشيء اللي الله مرزقنا اللوادم، ويجلس يجهز بوست خاص بعد واعتناد على أساس ينزله في الانستغرام وفي السناب شات. لهالدرجة أنت متفيج؟ هاي كلها فاقة؟ ليش ما تحط فاقك هذه بالشيء الإيجابي؟ تساعد اللوادم هايل، تساعد الناس اللي توها ظاهرة، تقول كلمة طيبة. شو اللي جدم الكلمة الشينة عن الكلمة الزينة؟ اتأكدوا 100% الإنسان هذا الفاشل هذا حسود 100%. سبب حسده، الحسد اللي يفول فيه اللي يحسده، ان انسان فاشل. لو انسان ناجح ما بيكون عنده وقت انه يعذرب اللوادم او يسبهم او يكتب عنهم ويجهز صور ويجهز بوستات. ما سوى شيء الا من قل الشغل والفاقه، كثره الفاقه كثره الفاقه. انا مستغرب من طريقه تفكير ناس حد من العرب، يعني الله ان شاء الله يعافيهم بالشيء كله، يوصل فيهم الخبث والدهاء، يسيرون عند محامي يتخبرونهم كيف نقدر نحن نسب فلانة أو فلان من غير ما حد يقدر يقبض علينا مغز إبرة. كيف نقدر نحن نسب فلان أو نسب فلانة بطريقة ملتوية وما حد يقدر يكتشفنا؟ شاء الله حاتنك، شو اللي كالفنك، شو وازنك، ليش تشل بوي السماوات والأرض فوق راسك؟ شو اللي كالف؟ إن شاء الله حاد منك. حكومتنا تبارك الرحمن أعطتنا جواز يلف في الكون كله، لا ويزة لا عندك لا إليك لا همك الله. أنت تنش تطز تهز شتوفك ساير حق محامي، والله كيف أني أروم أسب فلان ولا علانة بدون ما حد يروم يأخذ علي، ما أخذ ما حد يروم يشتكي علي. هذه مرايل هاي لهالدرجة أنت متفيج؟ شو هالفاقة هالكذا؟ شو هذا البرود الأعصاب اللي فيك؟ هذا رد الجميل؟ رد الجميل أبوي أفرح وتنومس، عندك جواز يلف في الكون، أرمس بالرمسة طيبة، أرمس بالشيء الزين، سو الفعل اللي تشكر عليه. حصلت الجواز هاي اللي يلف في الكون كله، صرت تعلم ثقافات، تعلم بزنس جديد، تعلم طريقة بيع ومشتري جديدة، تعلم مشاريع جديدة، شوف شيء ما بموجود وتعال طبقه
بحيث أن تماشى مع بلادك وسلكها. أستعيب روحي يضربني العيب، والله يضربني العيب اللي صك لين آخر الدنيا. تذكر ب27,000 بزنس يوم بيوصل هناك، ولا فيرست ويلقط وياه كلاب الساعة، ولا هاي القويات يصير لين هناك شلجلة ياخذن جقارة اللي هاي هالطويله، واللي ياخذون والله نوع حلاوة ويصور انه بس هذا هو كله بلاد بزمها وعراها شاكليت. شو هالسخافة؟ كم كنت أنا فخور يوم براشد محمد العبار قال لي نحن فخورين فيكم وبإنجازاتكم يهل بالسوشيال ميديا العرب اللي عندنا، أن أنتوا سويتوا شيء تعجز عن الكثير من القنوات. نحن نبع بذات الدعاية بدال ما ندفعهن حق الشركات الأخرى نعطيها عيال بلادنا. نحن لو ما بمستفيدين من وراكم ما شجعناكم، شجعناكم واستفدنا نحن وفتونا وفتوا بلادكم وفتوا كل حد يتعلم منكم طريقة الإعلان، لباقة الإعلان، قبوله عند الناس بإلقاء السلس وبحديثه الممتع أثناء العرض وأثناء تأدية واجبه، حتى لو يتقاضى عليه مبلغ لكن يستاهل وفي حله وعلى حله. مؤسساتنا شيء من المؤسسات يبون يسوون إعلانات آخر الدنيا ويدفعون عشرات الملايين لجل شيء ما يرزق ولا يستاهل ولا يستفيدون منه خير شر، ما حد يدري به الإنجاز اللي هم سووه هذا، يعلنون عنه في آخر الدنيا ما حد درى به. موجودين الشباب اللي على كفاءة، موجودين ما شاء الله اللي عندهم قبول ولهم قبول وحضورهم في كل بيت وفي كل شركة وفي كل بلاد وفي على كل جنسية وعلى كل ملة وعلى كل ديانة لهم قبول. ليش ما تعلنوا عند ربعنا الجماعة اللي في البلاد؟ ليش ما تحذون حذو سعادة محمد العبار يعني الله يحافظه؟ نعم أبدع يوم أثنى على هل بالتواصل الاجتماعي اللي من دول مجلس التعاون وبالأخص من دولة الإمارات دهننا في مكبتنا مثل ما قالوا الكويت. يوجد عندنا ما شاء الله فئة من الشباب والشابات تقدر تسوي تغطيات ويسوون إعلانات اللي تعجز كبريات الشركات، كبريات الشركات في العالم أنه تسوي وتعلن عنه وتجيب المبيعات هذه بالذات. ما بكفوا أي شركة في العالم، ما شاء الله عندنا الشباب وعندنا الشابات، إنتاج دولة الإمارات إنتاج ما شاء الله يحتذى به، لكن بسيط العدد، بسيط العدد، الباقي كل ما بغي ينتهض دقوا على راسه خر ما في عينه قطرة، لين ينشي ويتنفض نفض الغبار عن كتوفه خذ دهر رد يتعلم من يدي ويدي توا بيت نشى ودقوا على راسه شو الفايدة؟ لازم كل منا والجميع لازم نساعد بعض ولازم نوقف في صف بعض ولازم نتعاون، حالنا حال ابوي اللي في الكويت واللي في السعوديه. شوف العدد الكبير اللي عنده في السوشيال ميديا، لكن ما شاء الله كلهم شغالين وكلهم مبسوطين، هذا منهم يكمل ربيعه. خذوا حين الصريح، خذوا مره الفاينل، خذوا الخلاصه، الخلاصه الزاهده، الدهن مره صفو زاهد. اي انسان تلقط على التواصل الاجتماعي هيلة بيس تعذريب في الله وخلقه، عرفوا ان هذا انسان فاشل، فاشل وعليه ديون وما ماكل حلال المؤمنين والمؤمنات، وتلقطون وجهه عسر مظلم من كثر ما يهذر العرب ويسبهم. براشد مساك الله بالخير، الله يحفظك يا محمد يا مرحبا. براشد شو سبب اختيارك السوشيال ميديا العرب للنهوض بنون؟ نون موقع وتطبيق ناجح 100%، شو سبب اختيارك؟ نعم سببين. نعم السبب الاول ان نحن صراحه بقول لك ما نبغى نعطي بيزاتنا حق جوجل وحق فيسبوك، نحن اتجهنا ان حق نصرف بيزات الدعايه جوجل وفيسبوك. كلنا بربعنا امثالكم اللي يشتغلون واللي يوصلون الناس والناس تعرفكم، انتوا تسووا لنا دعايه، لكن عقب اكتشفنا لا ترى هو هذا الدرب الصحيح. شوف انت والله العظيم طلع صدق انه ما في قيمه لفيسبوك ولا جوجل بوجود ناس امثالكم، لان انتوا سويتوا الحين قطاع تجاري اعلامي لوحدكم. والحمد لله ان بيزاتنا ما تصير بعيد وفائدتنا منه وفينا الحمد لله. وهذا الحمد الكلام لله. صحيح بامانه يا الله يحافظك يا ابو راشد، رؤيه ثاق وراشد كانت رؤية ثاقبة ورؤية موفقة واختيار صائب.
صبت الهدف والله تبى الصدق توفيق من رب العالمين اللهم لك الحمد. والغيره شوف ترى الانسان اذا عنده غيره نعم. على بلاده وعلى هاله وعلى شغله نعم. والله نعم. ربك يوفق نعم والحمد لله بلاد تستاهل وانتم نعم. تستاهلون نعم وبلادنا لها علينا حق فرقابنا دب حياله نعم. بنركض نعم. حفي ومنعل ما رمنا نو فيها ربع اللي تسويه لنا الله اكبر. وشوفوا محمد نعم. انتم سويتوا تجاره وسويتوا قطاع اعلامي هذا ما كان موجود نعم لا تنسونه نعم. فضل من الله الحمد لله رب العالمين. انتم ما قصرتوا ابدا ما قصرت الحمد لله وبلادنا ما قصرت فينا نعم. وانتم نعم. ما قصرتوا يا ابو راشد الحمد لله رب العالمين. الله يحفظك الله يجزيك خير. شكرا شكرا يا ابو راشد. شكرا محمد شكرا. في عاصمة الثقافة يوجد مشروع مميز ومفنود يشار له بالبنان يصلح للسكن الطلابي وللاستثمار مقابل الله يحفظكم الجامعة الأمريكية مقابل جامعة الشارجة مقابل مطار الشارجة الدولي عبارة عن مباني مجهزة ومتكاملة من جميع الأشياء للسكن الطلابي وللاستثمار بكل بساطة أسعارهم تبتدي من 240,000 والأقساط مريحة 10% ترى 10% على أقساط. مشروع نست تابع لشركة إرادة والمشروع في الشارجة بكل بساطة المباني اللي نحن نرمس عنها اللي تبع شركة إرادة مباني فاخرة ممتازة جيدة للاستثمار وللسكن الطلابي. الشركة من تصير أنت وتشتري العقار هذا أتوقع وياك عقد استثماري قيمته 10% لعشر سنوات مقدم 10 سنين قدام هي تستاجر عنك الشركة روحها اللي بايعك. وهذا المشروع من النوادر تكراره ومن النوادر أنك تحصل فرصة مثل هاي أن الشركة تبايعك وتستاجر عنك اللي بايعك إياه لمدة 10 سنين بالمتعارف عليه أن إذا يكون الدخل 8% من دخل قيمة العقار معناته أنك أنت كسبان فما بالك أنت بتكسب 10%. ويوجد التزام من الشركة بالعقد اللي هو هذا مدة 10 سنين ما ينفسخ العقد يتم موجود قدام 10 سنين بيزاتك نقدي تقبضهن والعقار يكون ملك سند ملكية من حكومة الشارجة من دائرة الأراضي والأملاك والشارجة يوسلاء بليوز وعسكر نظام. في معلومة الشركة تابعة للشيخ أحمد بن سلطان الغاسمي والشيخ الوليد الأمير الوليد بن طلال شخصيتين موثوق بهن من الكمبانية الكبار اي نعم ما تنقز إلا السمين وابوية وكل شيء مضمون يعني أكثر عن شيء ضمانات ما شيء تشتري من ناس مضمونين ويأجرون لك ناس مضمونين وعندك سند ملكية من مكان مضمون والضامن الله شو بعد خير عن شيء ما شيء. مساك الله بالخير ابو محمد. شوف نفس اللي تقول عنه العناكب ها ضارب في الخنيزي ها شوف ها شو بقولكم متلبس للجيم بي من متى من المغرب ويعني ضيف ضيف للمكان عندي عزيز غالي لكن ما ظهر للساعة 9:30 10 إلا ربع ظهرت من البيت 10:05 أنا واصل الجيم ما بروم أبوي أسوي أي شيء فلذلك شفتوها جاي آخر واحد ناس أبوي كلها قفار ما حدا وادم إنزين ليش تضحك أنت ليش تضحك إنزين بقولكم الناس أبوي كلها قفار أنا وايد فقلت في خاطري ما بسوي إلا بس بمشي على المكينة هاي مات المشي قلت إيش بسوي لكن بيني وبينكم والله لو بمشي من أبوظبي للفجيرة ما رمت أبوي حرق من الكالوريز مال مصر حتى 10%